قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. نشطة من حزب جيل جديد ومصطفى معزوزي عن مكتب سيسي الأفلان، وكذلك طيب العريف المحامي الكبير في سهرة في قضية ونقاش صارت اليوم تبدأ من 10 ليلا للمشاهدين، فكونوا في الموعد. روحوا للشأن الدولي. قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة هي الأولى من نوعها لكوبا، في خطوة تعكس حرص الرئيس الفرنسي على التواصل مع مختلف دول العالم تمهيد الرئاسيات الفرنسية المرتقبة. التقرير لمجد بن عربية. ذوبان الجليد بين هافانا وواشنطن الذي دخل التاريخ بعد نصف قرن من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، يبدو أنه مهد الطريق لعديد من الدول الغربية أولها باريس، تمثلت في زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للأراضي الكوبية التي تعتبر الأولى من نوعها في أجندة هولندا الخارجية. وصلت هنا إلى كوبا، إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الجمهورية الفرنسية بزيارة كوبا، بل يعد هذا رمز بالنسبة لرئيس دولة غربي ليشارك في انفتاح كوبا على العالم. الرئيس الفرنسي ذهب إلى كوبا من أجل ترميم الفجوة التي حدثت بين كوبا ودول الغرب، وأظن بأن هناك كثير من الأجندات التي ستطرح، اقتصادية وتشجيع على ما يسمى بديمقراطية السياسة الكوبية. تساؤلات عدة طرحت بشأن هذه الزيارة، رافقتها في الوقت ذاته تكهنات حول أهميتها من الناحية الدبلوماسية والاقتصادية لكلا البلدين، وهذا بالنظر إلى حجم التغيرات السياسية على الساحة الفرنسية في الآونة الأخيرة، فهي بحاجة ربط علاقات متينة مع مختلف دول العالم من المحيط إلى الخليج. الرئيس الفرنسي ربما يريد أن يقدم نفسه كشرطي في كثير من القضايا الدولية، ربما تقديم وجهة سياسية لفرنسا على أنها تستطيع أن تطل برأسها في قضية كوبا. تحركات فرانسوا هولاند على أكثر من جبهة يبرز حرصه الشديد على بناء جسور تواصل من جهة، والعمل على تجاوز إخفاقاته السياسية داخليا وإظهارها خارجيا من جهة أخرى، خدمة لمصالحه الانتخابية بعد تدني شعبيته في الأوساط الفرنسية. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.